طيب احنا 13 واحد بس، ففي ناس كتير قوي مش موجوده. انا بيعجبني القلب الرهيب ده. طيب المره اللي فاتت قلت لكم خلي بالكم من حاجه، عندنا كفتين لازم يتساووا، عندنا كفتين لازم ايه يتساووا، ان البيجيننج وركينج بروسيس انت فتحت الديبارتمنت بتاع الانتاج لقيت عندك بيجيننج وركينج بروسيس 10 كراسي جميل، النجارين بتوعك اشتغلوا على وحدات ستارتد قول مثلا 60 كرسي، يبقى انت بتتكلم في توتال يونتس تو اكاونت فور كام كرسي؟ 70. الكفه ديت لازم بديهيا تتساوى مع ايه وانت بتقفل الشهر؟ مع الاندنج ترانسفيرد الاندنج وركينج بروسيس زائد اليونتس ترانسفيرد اوت للقسم اللي بعده، او لو كان ده كان اخر قسم بنسميها ايه؟ فينش. فالمفروض دول برضو يسيبوا يعملوا معانا كام؟ 70. طب الراجل اللي مؤلف السؤال هنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك الشركه ابتدت تصنع كراسي 70 كرسي 70,000، ومعانا وحدات اول مده عامله كام؟ 30. 30 يبقى التوتال يونتس تو اكونت فور عامله لي 100,000 كرسي، دول لازم يساووا ايه؟ لازم يساوي رصيد اخر المده من الاندنج عامل معاك كام؟ 24,000. فانت بكل عبقريه بتيجي تقول اذا الوحدات الخلصانه 76، صح ولا لا؟ تمام اظن كده تمام، خلصت خلاص السؤال خلص كده. طيب هنشتغل ويتد افريج، هنعمل كولوم للدايركت ماتيريال وكولوم للكونفرجن، وهنيجي نقول ايه؟ هبتدي بالوحدات الايه؟ كومبليتد كومبليتد معانا كام؟ 70. يا اسماء لا بقى ازاي طيب؟ يعني انا عمال اعمل كل الفيلم ده احنا وصلنا هم اللي هم 76 اهو دي الاوت صح؟ ما هو الاوت يعني فينيش. انت النهارده فتحتي الديبارتمنت لقيتي كام كرسي؟ بيجيننج 30. النجارين اشتغلوا في كام كرسي؟ 70. حلو قوي، يبقى احنا بنتكلم في كام كرسي كده تو اكونت فور؟ 800. وانا بقفل الشهر كام كرسي اندنج؟ 24. يبقى الفرق ايه؟ تمام هو دوت الكومبليت عندي صح كده. الله ينور عليك. جبت الوحدات الكومبليتد اضيف عليها كام حاجه؟ هي حاجه يتيمه واحده بس صح؟ اللي اترمى لحد النهارده في الاندنج اجري؟ صح ولا لا؟ طيب الراجل بيقول لي كل الخشب بيتحط في اول العمليه الانتاجيه، ده معناه ان انا ببساطه هاخد ده صح ولا لا؟ لا مش عجباني، مش عجباني قوي دي، واضحه ولا؟ طب انا ليه ما خدتش الحاجات التانية اللي في النص اللي كنت حضرتك عاملها؟ يعني احنا كنا بنقول الاول لسه الويب الاول وبعد كده بنشوف ده لو انا شغال طيب ايه؟ اسماء اسماء انا شغال ويتد افريج مش شايفه. ايوه صح ماشي. الويتد افريج تو لاينز كراسي خامله زائد اللي اترمى في الاندنج لو فاكره. ماشي حاضر تمام. هو عمر عمل قلق ولا ايه؟ لا والله ده البرد. طيب ماشي. لا حاضر. 24. طيب والكونفرجن بيقول لك نسبه اتمامه كام؟ 25. هنعمل كده. بدأ 82 تمام. ماشي الحال كده؟ اه تمام. طيب حلو قوي. السؤال اللي بعده ايه؟ هتبقى هو بقى بتهيألي. على راحتك. طيب. 197 فكرة مختلفة. 197 بس فكرته مختلفة. طيب خلينا نحله. خلينا نحله.
انا شغال هنا ايه؟ شغال شغال ايه يا شباب؟ ويتد افريج. شغال ويتد افريج تمام. هنكتب هنا ماتيريال وهنكتب ايه؟ كونفرجن. لو انا شغال ويتد افريج باخد اني تكاليف؟ استنى اخد الكومبليت اول حاجه اللي هي ال 100. لا انا بتكلم على الكوست الاول يا اسماء. الكوست ماشي. هناخد ال 5420 زائد ال 120. الله ينور عليك. لا فين ال 5420 دي؟ معلش ايه؟ احنا تكلفه هو الراجل هنا بيسال على الكونفرجن. حلو الكلام. فانا لو شغال ويتد افريج هاخد اني تكاليف؟ هاخد رصيد اول، التكلفه اللي في رصيد اول اللي هي كام؟ 180. واخد التكلفه اللي اتصرفت خلال الشهر 1484. تجري معاكي كده؟ تمام. 1664 كده ماشي. جميل قوي. بعد كده هنبتدي بالكراسي الخلصانه. لا ده عمر عامل شغل بقى. الكراسي الخلصانه كام كرسي يا شباب؟ 100 كرسي. هتضيف عليه اللي اترمى لحد النهارده في الاندنج وركينج بروسيس كام؟ 10 في 4 اجري 10 في 40%. متفقين يا جماعه؟ تمام. حلو قوي. واحنا بنتكلم في ايكويفالنت يونتس اوف برودكشن عامله كام كرسي؟ 104. 104. بعد كده تكلفه الكرسي من البرسبكتيف بتاع الكونفرجن عامل كام دولار؟ 16 دولار. طيب عم الحاج اللي مؤلف السؤال في الامتحان عايز مني ايه؟ بيقول لي ممكن تقول لي التوتال كونفرجن كوست اللي هتحطها على الوحدات الخلصانه اللي انتقلت للديبارتمنت اللي بعده؟ طب الوحدات الخلصانه اللي انتقلت للديبارتمنت اللي بعده هي ال 100 كرسي، فهضرب ده كده 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 بس خلاص. شغال؟ والحياه جميله. تمام. طيب بس هو راجل طيب برضه، يعني انت بمجرد هتقول 180 زائد 1400 وشويه اول اجابه، الاجابه ايه؟ يعني عشان ايه ما يتعبكش كتير. ده كده طيب؟ ايه؟ كده طيب؟ ما عشان ما هو بيني وبينك ما عشان على الاقل ما تبقاش زعلان في الامتحان. على الاقل بتلاقي حاجه ما تاخدش وقت. عشان ما تضيعش وقت في السؤال. يوفر لك يوفر لك وقت للي بعده. وهديها لك ايه كمان؟ يعني بص اللي انت اول ما تبص هتلاقيها قدامك على طول. انا هحكي لكم على حاجه غريبه قوي يا جماعه. انا ايام ما كنت بمتحن زمان انا كنت اصلا العملي ما بحبوش، انا بحب النظري اكتر من العمل. ففي امتحان السي ام اي كان في اسئله عملي كتير جدا تقفش معايا، ما اعرفش اوصل لولا اجابه حتى لو غلط. ما اعرفش الموضوع ده كان اللي بيحصل، بس انا فاكر كان يعني ببقى مش عارف اوصل لاجابه من الاجابات في اسئله، يعني خمس ست اسئله كده في الامتحان. وده شيء حصل معايا برضه الكلام ده. انا بقول حتى يطلع غلط مفيش. طيب ايه تاني معانا؟ في سؤال تاني انا بعته لحضرتك على الواتساب. ده اسماء بعتها؟ اللي هو بتاع الديبارتمنت اللي ايه ده؟ ريمبو ده؟ الشركه اللي هتتحول من البلانت وايد للديبارتمنتال. ممكن احله معايا انا. طيب ده بره المود بتاع الناس، مش عارف نحله دلوقتي ولا نخليه في الاخر احسن؟ خلاص نخليه في الاخر. طيب عشان ده هيخرجهم من المود اللي احنا فيه ده. طيب تمام تمام. طيب في حد يا جماعه اسئله في البروسيس كان بعتها واحنا مش واخدين بالنا؟ يا جماعه شباب ما ذكرناهاش لسه. بقول ما ذكرناهاش لسه بس. ليه كده؟ ليه بس كده؟ انت ما لحقتش ولا ايه؟ لا ما لحقتش. طب الشباب في حد ليه اسئله كانت واقفه في البروسيس كوستنج؟ يا
انتوا ايه خايفين تستخدموا المايك؟ لا لا ما فيش حاجه حتى لا بس هنسخن كده ان شاء الله وبعدين الدنيا هتظبط يعني. طيب ماشي. طب انا عايزكم كده تشد حيلكم الله يكرمكم، انا مش عايز حد ينام. طب يا ريس ممكن سؤال 56 يعني، هو انت حضرتك انا كنت بعته لك على الواتساب وانت قلت لي طبق المعادلات، بس يعني هو ايه عصلك شويه يا فندم؟ اللي عصلك نديله على دماغه. اصبر لو انت مصر يعني خلاص. سؤال 56 56 ولا 156؟ لا ست اللي هو ثانيه واحده بس اللي هو جلايم 2.2.56. اه ده جوه التارجت يا التارجت. اه جوه التارجت. طب لحظه واحده لحظه واحده. ممكن ابعته لحضرتك على الواتساب لو عايز. خلاص ماشي. هو انت بعته؟ عمرو هو ده في البروسيس كوستنج؟ اه في البروسيس كوستنج. طب يلا يا شباب 56. نعم يا باشا معلش. ايوه هو ده. طيب بيقول لك هنا ايه الشركه ديت شغاله بالفايفو. جميل. الدهان بتاع الكرسي بيتحط على الكراسي اما توصل نسبه اتمامها 80%. ماشي الكلام؟ وانا كنت بادي بكراسي 20,000 كرسي نسبة اتمامهم 80% 90%. هل هم اتدهنوا؟ لا. 90% يعني اتدهنوا. الله ينور عليك. خلال الشهر النجارين فتحوا شغل في 70,000 كرسي، واحنا بنقفل الشهر كان في 65,000 كرسي كاملين. لو لو الاندنج وركينج بروسيس كانت نسبه امامه 60%، هل اتدهنوا؟ لا. جميل. ايه التوتال ايكويفالنت يونتس للماتيريال بي للشهر ده؟ طيب تعالى نكتب نعمل كده الموضوع. انا ببتدي بالكراسي ايه؟ انا في الفايف وبعمل ايه؟ بجيب الكراسي الخلصانه. كم كرسي؟ 65,000. اجري. احنا هنعمل الماتيريال ولا كونفرجن يا مستر؟ سوري سوري الماتيريال. يلا ينور يا هيثم. 65,000. طيب وبعد كده هنجيب كل الكراسي الخلصانه. الفايف بيقول لك تشتغل ازاي؟ حط البيجنينج. هنطرح الورك بيجنينج ورك ان بروسيس. بالظبط كده. لس البيجنينج ورك ان بروسيس كام؟ 20. هيديك الكراسي الخلصانه واللي ابتديتها خلال الشهر، هتضيف عليها حاجتين. اللي اترمى لحد النهارده في البيجنينج ورك ان بروسيس كام؟ بما ان دي 80% 90 20,000 صح؟ واللي اترمى لحد النهارده في الاندنج وركينج بروسيس زيرو. شغال؟ يبقى 65. شغال كده عمرو؟ اه تمام يا ريس. انا بقول لك بس هو كان اصلك شويه معايا و... اه طب تمام حلو قوي. طيب جميل.
احمد قبيل معنا؟ اه معاكم معاكم يا فندم. اه انت بالنسبه لك طبعا ايه الكلام ده انا ما اعرفش انت فين منه، بس ما تشغلش بالك يعني لو الموضوع ده بعيد عنك بعد السيشن. لا لا انا انا كنت فاهمه قبل كده، بس انا لسه بعمل ريفيو في حاجات كده معينه، ولو في حاجه واقفه ممكن ابعت لحضرتك. انا ما اعرفش انت شفت الشرح بتاعها ولا لا بالطريقه اللي انا بحل بيها، بس لا انا كنت فاهمها بطريقه تاني، بس لسه برضه انت ممكن كدا. الدنيا تحس بدروخه شويه. ناعم شويه. لاني انا بحلها باسلوب معين كده. تمام. طيب احنا كده يا جماعه ايه اللي فاضل لنا؟ احنا اخذنا الجوب، واخذنا البروسيس، واخذنا اللايف سايكل بوستنج، واخذنا الديبارتمنتال والاي بي سي واللايف سايكل، صح كده؟ واخذنا السيرفيس، واخذنا الجوينت، صح كده؟ تمام. حلو قوي. يعني احنا النهارده كده فاضل لنا النظري تقريبا بتاع يونت 8 اللي جاستن تايم والعك ده. ايوه مش حضرتك قلت المره اللي فاتت ان في بس جزء صغير في الكوستنج هنخلصه المره اللي جايه؟ هو جزء ده. حلو قوي. عامه احنا لو خلصناه على طول، واستاذ محمد معاه كام سؤال كده هنحلهم مع بعض فيه، ممكن نديكم انترودكشن للفاريانس النهارده. ركزوا بقى كده معايا. انت النهارده لو جيت بصيت على الاستراكشر بتاع منهج الكوست اكاونتنج في السي ام اي هتلاقيه بيبتدي بانترودكشن للكوست كلاسيفيكيشن، يست معاك الفاونديشن بتاع الكوست كلاسيفيكيشن وازاي تحسب الكوست جود سول، ويست التون معاك في حته ديفرنت كوست فور ديفرنت بيربسز، وبعد كده بنبتدي نقول لك ازاي بتكلف المنتج بتاعك لو انت شغال في منتج ديفرنشيتد زي شركه ميفكو، فعرضنا لك الجوب، وبعد كده بنديك الاوبشنز اللي متاحه للشركات ازاي ممكن تعبر عن الكوست بتاعتها او تقيسها. فقلنا ان الشركه ممكن تشتغل بالاكتوال او النورمال او الستاندرد، واتفقنا مع بعض ان اي سؤال في الامتحان يجي لك جوب يبقى ايه؟ نورمال كوست. يبقى نورمال كوست. على الناحيه الثانيه الشركات اللي بتشتغل في منتجات هوموجينيوس برودكتس بتشتغل بالبروسيس كوستنج، وقلنا ان انت بتشتغلها اكتوال. بعد كده الشركه من ناحيه الاوفر هيد الوكيشن يا اما بتشتغل سنجل ريت او ديبارتمنتال او اي بي سي. وبعد كده شفنا ازاي فور قدامنا انفنتوري كوستنج تشويسز عشان تميت الريكويرمنتس بتاعت الجاب بتضطر تشتغل باي اسلوب. ابزوربشن. الله ينور. بتشتغل بالابزوربشن. وفور انترنال ديسيجن ميكنج بتشتغل بايه؟ دايركت. بالدايركت او الفاريبل كوستنج. وبعد كده انتقلنا لقضيه ازاي لو انا في شركه بشتغل بستورد بذره فول صويا وبعمل لها كراشنج وبيطلع عندي ميل واويل، فبضطر ان انا الوكيت تكاليف الجوينت ديت على المنتجات. ولقينا ان احنا عندنا كام طريقه اساسيه؟ ثلاثة. ان هم ايه؟ اللي هم بالفيزيكال او بالسيلز او بالان ار في. الله ينور عليك. والرابعة اللي هي الجروس مارجن. الكونستنت جروس مارجن برسنتج ان ار في ميثود. وبعد كده لقينا ان بتوع الجاب قدموا لنا طريقتين ناكونت فور باي برودكت. فاكرين الكلام ده؟ يا باشا طريقة بالانفنتوري وطريقة بالسيلز. ممتاز. طريقة اسمها البرودكشن ميثود. برودكشن سوري. ايوه اللي انت بتسجل مخزون للباي برودكت و بالسيلز ميثود. طيب وبعد كده انتقلنا لقضية ازاي نالوكيت السيرفيس ديبارتمنت كوستس على البرودكشن ديبارتمنتس، ولقينا عندنا كام طريقة أساسية؟ ثلاثة. ايه هما؟ دايركت وستيب وريسيبروكال. شغل عالي والله. طيب وفور بيرفورمانس ايفالويشن بيربسز لقينا ان من الافضل ان احنا نعمل اثنين كوست بول، واحد للفاريبل وواحد للفيكسد، وسميناها دول سميناها دول اللوكيشن. ممتاز.
وبعد كده ايه كان في حاجه ثانيه معانا كده احنا حلو قوي. طيب الناس بتوع البوست اكاونتنج او الناس بتوع الاي سي ام اي كانوا انترستد جدا ان هم يدرسوا لك بعض الطرق اللي بتزود الافشنسي وبتاد فاليو للكاستمرز وبتعلي البرودكتيفيتي بتاعت الشركات. فجلايم لم كل الطرق اللي الناس بتوع الاي سي ام اي انترستد اللي انت تبقى اوير بيها وحطها في يونت واحد اس اللي هو يونت 8. بس قبل ما اخش يا جماعه لحظه واحده كده لحظه واحده بس. انا عايز بس اتفق معاكم على اتفاق. اولا ان اليونت يونت 8 ده ليه طبيعه خاصه شويه. اول حاجه ان هو نظري بحت. تاني حاجه من التوبكس المفضله عند الاي سي ام اي اللي ممكن تيجي لك في الاي سي. فدو نوت اندر استيميت ابدا اليونت ده. بص ماشي، لان انت ممكن تتصور ان الحاجه تعمل لها تكبرها قوي في دماغك على اساس ان هي لازم تيجي لك في الامتحان، وحاجات تانية تحس ان هو حبه نظري فده ممكن ما يجيش في الامتحان. لا، ممكن الموضوع يطلع خلاف كده تماما. ممكن تخش الاكزام بتاعك مثلا ما تلاقيش ولا سؤال على كل حاجه في الكوستنج غير في اليونت ده. فاوعى اندر استيميت ابدا اليونت ده. ماشي الحال؟ طيب اليونت ده بيتناول ايه؟ بيتناول بعض الطرق اللي المفروض تفاسيليتيت للشركات الاستراتيجي امبلمنتيشن. فاي كتاب محترم للمانجيريال اكاونتنج بيبتدي بانترودكشن يقول لك ازاي الطرق ديت ممكن تاد فاليو للكاستمرز وتحسن من الكومبتيتيف ادفانتج بتاعك. فخدها قاعده اساسيه، اتفقنا زمان ان اي طريقه كويسه في المنهج وادفانسد ليها ليميتيشنز وعيوب. ايه هي؟ كوست والتايم. ومستبعد جدا ان انا اكون بدرس طرق الناس بتوع الاي سي ام اي عايزينك تكون اوير بيها لانها بتفاسيليتيت الاستراتيجي وتكون الطرق ديت مش بتاد فاليو للكاستمرز، صح ولا لا؟ وان هي بتكون بتزود البرودكتيفيتي، وان هي في اسبكت معين في الكوست تكون بتقلله. انتوا عارفين انا بقول الكلام ده ليه؟ عشان عايز اوفر على سيادتك، لان طبعا هيقابلك كم نظري كبير. فانا لو قدرت اسيت التون معاك اللي انت توحد مزايا معينه، المزايا ديت عامه شويه، لو قدرت توحدها على الطرق هتقدر تكتب في الاي سي حاجات اساسيه تقدر تلم بيها درجات حتى لو انت ناسي السبيسيفيك ادفانتجز او الليميتيشنز بتاعت اي طريقه. واضحه الفكره كده؟ تمام، حلو قوي. طيب الجاستن تايم، الجاستن تايم بكل بساطه او بيسموها اللين برودكشن، الجاستن تايم الطريقه ديت تعتبر طريقه معتمده على ان الكاستمرز الاول بيبليس الاوردر لشركه تويوتا مثلا كاكزامبل. الشركات الكتب جايباه للشركات اللي بتطبق الجاستن تايم. شركه تويوتا بتطبق الجاستن تايم عشان خاطر تكيب الانفنتوري ات مينيمم، تكيب الانفنتوري ات ايه؟ ات مينيمم. طب انا النهارده هستفيد ايه اما اكيب الانفنتوري ات مينيمم او الغي الانفنتوري؟ ده معناه ان الدايركت ماتيريال والورك ان بروسيس والفينيشد جودز الانفنتوري بتاعي فيهم نزل خالص، وانت كنت رامي فلوسك في مخزون، فالريتيرن اون انفستمنت ممكن يتوقع ان هو يزيد. زائد كمان ان انا النهارده بمجرد ان الكاستمر هيبليس الاوردرز هبتدي اشتغل، فانا ما عنديش حاجات فائضه في المخزون رامي فلوسي والكوست في كابيتال بتاعي والستورج كوست والكارينج انفنتوري كوست، كل ده انا بقدر ايه؟ بقدر اوفره. فالجاست ان تايم تعتبر اسلوب لين برودكشن، تعتبر اسلوب بول سيستم، معناها ان انا الكاستمر لازم يبليس الاوردر الاول وبعد كده انا بريسيف الاوردر من الكاستمرز وابتدي اشتغل عليه وادي للكاستمر ليد تايم معين لازم
يستناني لحد اما ايه اما اديله البرودكت منتهي فيه. فالالتيميت اوبجكتيف بتاع الجاستن تايم مؤكد ازود الكومبتيتيفنس وازود البروفيتس. لكن زي ما احنا عارفين مفيش حلاوه من غير ايه مفيش حلاوه من غير نار ايوه هو الحلاوه بتاعتي ان انا ممكن اتصور الكارينج انفنتوري ال اتصور ان انا يبقى عندي لو انفنتوري والترن اوفر يزيد والكلام الجميل ده. لكن على الناحيه الثانيه ممكن حاجه تضرب في وشك. فين الحاجه اللي هتضرب في وشك اهي؟ ليميتيشن الستوك اوت كوست. يعني ايه الستوك اوت كوست؟ يعني انا اروح لشركه تويوتا اقول لها انا عايز عربيه حالا تدوها لي، فتقول لي لا معلش حضرتك عشان تقدر تاخد العربيه بعد شهرين تيجي تستلمها. لا خلاص بعد شهرين مين؟ اروح لاي شركه ثانيه عندها مخزون لقط الليله. فممكن يضيع فرصه مكسب من الشركات اللي بتشتغل جاست ان تايم. فعشان نقدر نقلل الليد تايم اللي بندي للكاستمرز كان لابد من ان انا اتعامل مع ريلايبل سبلايرز ما يودونيش في داهيه، اعمل معاهم لونج تيرم كونتراكتس عشان خاطر اضمن ان انا اقدر اساتسفاي الكاستمر نيدز في الوقت المتفق عليه. واضحه كده الفكره؟ قصاد الجاست ان تايم كطريقه بول سيستم في سوفت وير اسمه ام ار بي، تسمعوا عنه؟ اه طبعا. ام ار بي ولا لا؟ طبعا. اه طبعا. طب والله كويس. الام ار بي يا جماعه في الشركات الصناعيه الغرض منه ان هو بيكونفرت الفينيش جودز. انت عارف النهارده الكرسي بتاعي مكون من 200 متر خشب ومثلا 2 ارم حديد ومسامير وحته جلد وحته قماش والكلام ده. فانا النهارده لو تصورت كومبليكيشنز في المانيفاكتشرنج سيتنج بتاعي وبنتج منتجات كتيره متنوعه، مش هينفع ان انا اشتغلها بالورقه والقلم بايدي. اللي انا افضل اقول هو انا لو انتجت 100 كرسي هحتاج اشتري قد ايه رو ماتيريال؟ طب وانا من كل رو ماتيريال احب يكون محتفظ بتارجتد اندنج انفنتوري قد ايه؟ مستحيل الكلام ده انا اتصوره نشتغله مانيوال الا لو انت عندك ورشه وهم زبونين ثلاثه اللي بتشتغل فيهم. لكن لو شركه كبيره بتضطر يكون عندها سوفت وير اسمه ايه؟ الام ار بي. لو انا النهارده شركه والدنيا عندي الحمد لله والفلوس شغاله وكده، ممكن اشتري اي ار بي سيستم يكون جواه موديول للام ار بي. واصله كده القصه؟ فانا متصور لاما يكون عندي ستاند الون سوفت وير للام ار بي، او اكون انا عندي انتجريتد سيستم زي الايه؟ زي الاي ار بي. الام ار بي لو انت هتقارنه بالجاست ان تايم، فالام ار بي يعتبر بوش سيستم، الاي ار الجاست ان تايم يعتبر ايه؟ بول سيستم. طبعا ليه مزايا كتير جدا الام ار بي باللي هو بيحول لك الرو ماتيريال، بيحول لك الفينش جودز للرو ماتيريال نيدد، فبيظبط لك حته الكوردينيشن ويظبط لك حته السكيدولنج للبرودكشن وبيعمل افشنسي عاليه جدا في الانفنتوري كنترول. لكن الشيء اللي انت ممكن يلفت انتباهك جدا في الام ار بي حاجه مكتوبه هنا، ان هو ممكن يعني لور انفنتوري كارينج كوست. الكلمه دي ممكن تعمل لك اشكال شويه وانت بتذاكر. ليه؟ لان المفروض ان البوش سيستمز بشكل عام بيزود الكارينج كوست، لان البوش سيستمز بتعتمد على وجود تارجتد اندنج انفنتوري من الرو ماتيريال ومن الفينيشد جودز، فبيبقى في استثمار موجود عندي جوه المخزون. ازاي يكون بوش سيستم وبيقلل الانفنتوري كارينج كوست؟ الموضوع بكل بساطه، انا النهارده لو ما اشتغلتش بحاجه تحسب لي بالظبط النيدد رو ماتيريال، مؤكد هيحصل عندي اكيوميليشن في المخزون ملوش لازمه. الام ار بي كسوفت وير هيفاسيليتيت ده، وبالتالي ما احتفظش بمخزون ازيد من اللازم. فانا على سبيل المثال لو عندي الكرسي بتاعي ده فين الرسمه، بنتج حاجات فيه مختلفه، بشتري حاجات مختلفه من سبلايرز مختلفين. تصور معايا مثلا ان الارمز الحديد بستوردها، فالليد تايم من السبلاير هتاخد لها شهرين، وبشتري خشب من اللوكال ماركت هيجي لي في خلال اسبوعين. انا كراجل بفهم هعمل ايه؟
اوردر الحديد الاول المفروض عشان بالظبط كده، لانك بمجرد بتخش في كوميتمنت مع السبلاير بيتحسب عليا كريدت ترم معين لازم اوفي بيه. والحاجه لو جت بدري قبل ما انا عايزها او قبل ما ينفع استخدمها هتحمل عليا في المخزون، هرمي فلوسي في مخزون صح ولا لا، او يظهر عندي لايبيليتيز في الميزانيه ملهاش لازمه لوجودها دلوقتي. فالام ار بي يقدر يعمل لك كوردينيشن بالكلام ده. استاذ محمد محمد اختفى. محمد ايوه يا فندم. ايوه فندم. بقول لك احنا الامثله اللي انت جايبها او الاسئله بتاعت اللي احنا اللي انت محضرها للجزء ده، هل فيها حاجه بالارقام للام ار بي؟ انا جايب مثال للشرح للام ار بي ومثالين تاني اسئله عليهم بقى نحلهم. طيب ممكن نجيب المثال بتاع الام ار بي ده نوري للشباب الفكره بتاعته ماشيه ازاي؟ طيب ماشي. انت بعت لي السلايدز مع حضرتك. انا عارف ان ده من جلايم ولا منين؟ المثال من جلايم. والاسئله بتاعت سيم ايه؟ دي حاجه حلوه قوي. مستر سامح اتفضل يا استاذ عمرو. معلش يا ريس، ممكن بس سريعا الفرق ما بين البوش سيستم والبول سيستم، لان انا يعني اول مره اسمع المصطلحات دي في حياتي اصلا. وانا برضه تمام. بص يا عمرو، البول سيستم مش هو المتبادر لذهنك، اما البوش سيستم هو المتبادر لذهنك. بمعنى انا النهارده كشركه بنتج واخزن واستنى الزباين تيجي، وده حتى يتضح قوي وينعكس عندي في البادجت. دايما البادجت بتاعتي بيبقى فيها تارجتد اندنج انفنتوري موجوده، سواء رو ماتيريال او ايه او فينيشد. بالظبط. جت تويوتا من سنين طويله والشركات اليابانيه قالوا طب احنا ليه نحتفظ بمخزون؟ عشان النهارده ما اكون رامي الكاش بتاعي في مخزون ده هيقلل لي العائد على الاستثمار. بالظبط. طب احنا ليه ما نستناش الزبون يبلس الاوردر؟ اجي اقول لك يا عمرو انت عايز ايه؟ تقول لي انا عايز عربيه. خلاص انا عشان اجيب عربيه محتاج اجيب حبه حديد على حبه تايرز على حبه مش عارف ايه، ابتدي اطلبهم من السبلايرز. فالاوردر بتاع عمرو هو اللي بيبول وبيسحب الشغل، انا باخد من عمرو الطلب واروح اشتغل عليه لقط الليله. ايوه. لان البوش سيستم بيرمي المخزون والزبون يجي ياخد الايه؟ خد البضاعه اهي. يعني انا مش هستارت احط اي مخزون عندي الا لما الزبون يطلب بلس الاوردر. ايوه استنى. وده بيبرر لك ليه الشركات ديت بتديك ليد تايم عشان تستلم البضاعه. فطبعا الام ار بي العكس بقى يا ريس صح؟ الام ار بي ده طبيعي بقى، الشركات الطبيعيه كل معظم الشركات الامريكاني هتلاقي عندها مخزون. تمام زي عندنا يعني. هو الفكره بقى حته اللي انت تقدر تشتغل بالجاستن تايم مش سهله، محتاجه كوردينيشن عالي جدا ومحتاجه يعني مانجمنت ستايل معين، لان الزباين هيجي كل واحد يعني الدنيا مش هتمشي. هو افتكر ان موضوع الجاستن تايم هو شغال ترند دلوقتي، لان غالبيه الشركات مش بس تويوتا بدات تعمل طرح مسبق للمنتج وتستنى تلم اوردرات عليه عشان تبدا تريليز في الماركت، زي الايفون والبلاي ستيشن 5، الجيمنج بشكل عام، الموبايلات، كله بقى بيطرح الاول المنتج. يعني دلوقتي الايفون يا حسين النهارده انا بروح ادفع واستلمه بعد مده؟ لا مش بتدفع، بس بيبدا ياخد بري اوردر من المواقع والكلام ده وكده، وبناء عليه بيبدا يعمل تصور للسوق. تمام. انا اول مره دي نقطه مستر سامح. انا اول مره اعرف موضوع الايفون بيعملوا كده. في هو ينفع يعمل ميكس ما بين الاثنين مستر سامح؟ ما هو الجاست ان تايم الفكره بتاعته ما فيش مخزون. فاهم قصدي؟ لا انا قصدي ان هو لو مشي بمبدا زي مثلا احنا بنتكلم دلوقتي في موضوع الايفون، هو عنده وعامل ماركت ستادي، فعنده اكسبكتيشن للمينيمم ريكويست اللي هيحصل عليه. بعد كده بيبدا يتحرك وينكريز البرودكشن بيزد اون الماركت او ريكويست تشينج. يبقى لو اشتغل بول سيستم خلاص، يعني لو هو اشتغل بخطوات البول سيستم بقى بول سيستم. فاهم؟ فاهم.
الموضوع ده يبقى هيعمل بدايه بول سيستم. ميزه رهيبه ان انت اول حاجه بتعرف تظبط نفسك هتسكيل والانتاج قد ايه. الموضوع يعني بيبقى فيه تظبيطه كويسه قوي. غير كده الاستثمار في المخزون اصلا بيقلل الار او اي. فين يا محمد اللي هي المثال؟ انا عايز مثال ام ار بي كده الشباب تتصور اللي هي بعيده عن الموضوع شويه شكله بيبقى عامل ازاي. انزل لا انت فتح جاست ان تايم كده يعني ماشي. هو انت بعد دي السلايدز اللي دي سلايدز للجاست ان تايم. طب السلايدز الثانيه فين؟ انا برضو هتلاقي في ميل تاني جيميل بعته قبل ولا بعد ده؟ طيب لا بعد ده غريبة قوي. واقوم بعتولي على الايميل بتاع فرجل ولا حاجة؟ لا على الجيميل. تمام. المثال من اول صفحه 5. حلو قوي. طيب ادي كده التصور يا محمد. طيب هو انا كنت بحب اعمله على شيت اكسل افضل. طيب بصوا يا شباب عندنا برودكت اللي هو الاي 115 دوت تمام. انا عشان اقدر انتج الاي 115 بيخش فيه تو كومبوننت سي ام 12 وبي ار 75. عشان اطلع واحده من الاي 115 دي وباخد واحدة سي ام 12 وخمس وحدات من البي ار 75. طيب يعني اقدر اعتبر يا محمد الاي اي 115 ده كانه كرسي. تمام. وهنا مثلا متر خشب متر حديد وخمسة متر خشب بس. تمام ماشي. عشان اطلع بقى انا واحده التو كومبوننت اللي داخلين فيه ده السي ام 12 بيخش فيها برضو تو كومبوننت التي تي 413 وحدتين والاكس اتش 511 ثلاث وحدات والبي ار 75 بيخش في حاجه واحده اللي هي ال كيو 992 بياخد منه وحده واحده بس. تمام. دوت على الناحيه الثانيه ده الكرنت انفنتوري اللي عندك من كل الايه الوحدات ديت. تمام. الصفحه الثانيه بقى تعالى نشوف المطلوب مننا ايه. ده مثال جلايم. ده مثال جلايم. ماشي. الصفحه الثانيه بيقول لك ان انت مطلوب منك خلال الشهر بيقول لك ان انت عندك 20 وحده موجودين في من ال 100 خلصانين والشركه بتخطط ان هي تمنتين نفس الليفل بتاع الانفنتوري دوت وعايزه تنتج 40 وحده من البرودكت دوت في الشهر الجديد. فانت المفروض تعمل البلان وتشوف ايه الكميات اللي انت محتاجها وتشوف الليد تايم بتاع كل وحده من الوحدات دي عايزها يوصل لك امتى عشان تقدر تطلع الايه 40 وحده. حلو. فبناء عليها هنبدا نحسب. احنا قلنا الاي 115 داخل فيها ايه حاجتين السي ام 12 والبي ار 75 صح كده. طيب الاي 115 دي داخل فيه كام وحده من السي ام 12؟ داخل واحده بس. طب انا عايز انتج كام؟ انا عايز انتج 40. يبقى 1 في 40 يبقى انا عايز 40 من السي ام 12. تمام. طب انا عندي كام وحده موجودين في المخزن؟ عندي 25. يبقى انا هطلب كام؟ 15 وحده. تمام. تعالى على البي ار 75 الوحده بتاخد كام؟ بتاخد 5 وانا عايز انتج كام؟ عايز انتج 40. ف 5 في 40 200. هنزل المخزن عندي ابص اشوف عندي كام وحده، لقيت عندي 35 يبقى هطلب كام؟ 165.
هنزل بقى على المكونات اللي هي داخله في السي ام 12 والبي ار 75. عندي سي ام 12 داخل فيه حاجتين، ايه هما؟ التي تي 413 والاكس اتش 511. التي تي 413 ده فيه 2 وحدتين والاكس اتش 512 3. طب انا عندي 2، طب انا عايز كام وحده من السي ام 12؟ 15. 2 في 15 بكام؟ ب 30. هنزل المخزن اشوف عندي كام وحده منه، عندي 30، يبقى مش هطلب حاجه من ده. تمام. طب هروح على اكس اتش 511، انا عايز 3 في 15 ب 45. انزل المخزن، عندك كام يا عم الحاج؟ قال لك عندي 40، يبقى انا هطلب 5. تمام. وبعد كده هروح على الايه؟ على البي ار 75 اللي داخل فيه. خلاص انا كده بالنسبه لي تمام يا محمد. الشباب ايه طيب. واضحه الفكره؟ واضحه الفكره يا شباب؟ اه تمام. اه واضحه الفكره. احنا كده ممكن نشتغل مديرين انتاج خلاص، احنا كده نغير كارير فعلا. طيب ايه بقى اللي عامل استاذ جلايم ده؟ دي الاسابيع بقى. اه الليد تايم بقى، اطلب امتى الحاجات ديت؟ جميل، حلو كده. طبعا الكلام ده يا جماعه مش متصور خالص، هيبقى مانيوال، الكلام ده هيبقى سوفت وير. بس هو جلايم هنا تفضل مشكورا ان هو يحاول بس يديك تصور الحياه بتمشي ازاي، لكن هو المفروض ان هو سوفت وير وينجز في الكلام ده. طيب في سؤال سيمي على الكلام الجميل ده؟ في سؤالين موجودين، دي حاجه حلوه. تعمل برزنتيشن بقى عشان ما يشوفوش الاجابه. طب انا هعمل كده. طب يلا بينا. انا هخش اشيل على طول. طب يلا يا شباب شوفوا كده تعرفوا تحلوا البتاع ده ولا لا. شباب انا هقوم دقيقة واحدة بس اجيب شاي واجي حاجة. شباب انتوا فاهمين فكرة السؤال ولا اوضح لكم الدنيا شوية؟ كله تمام يعني؟ يعني انا بتهيألي تمام. يعني احنا المفروض كده هنقول مثلا احنا عايزين 80 وحده من الاكس، الاكس دي 80 في 5 صح كده؟ عايزين كام وحده من بي؟ وبعد كده البي 80 في 5 نضربها في 2 عشان نحتاج الاي. طب ثانيه واحده، طب انت لما ضربتي 80 في 5 طلع معاكي كام؟ لا لسه ما ضربتش. طب ماشي، مش المفروض هنستنى 80 هتنزل دي 400. حلو ماشي، 400 في 2 بالراحه بس يا ستي بالراحه. هو انت مش هتنزلي المخزن الاول تشوفي عندك قد ايه من المنتج ده؟ اه صدق هو في حاجه تانية موجوده في المخزن غير دي. اه طيب. صح انت برافو عليك شاطر بجد. جدا. طب الحمد لله. طب انا عندي كام واحده في المخزن اسماء من برودكت اكس ده؟ برودكت بي قصدي. عندي 100، عندي 20 في المخزن. اللي بعت الاجابه تمام الله ينور. لا انا لا معلش اتلخبطت، برودكت بي عندي كام واحده منه؟ 100. عندي 100 صح؟ صح كده؟ طيب وانا المفروض حسبت انا محتاج كام؟ 5 في 80 بكام؟ ب 400. يبقى انا المفروض عايز كام؟ 300. حلو كده؟ طيب طب تعالى ننزل عشان ننزل بقى لايه كده. عرفنا البي، بي داخل فيه دي وداخل فيه اي، بياخد 3 وحدات من دي واتنين من اي. احنا اصلا عايزين ايه؟ دي ملناش دعوه بيها صح كده. طيب ال 300 دي هنضربها في كام؟ 2. احنا طلعناها في 2 600. 600. طب هنزل ابص في المخزن انا عندي كام وحده من اي في المخزن؟ 50. طيب يبقى انا هطلب كام كده؟ 550 بس كده. السؤال ده بيجي في الامتحان على فكره كتير. ممكن نعمله على اكسل كده سريعا؟ ايه يا فندم؟ نعمله على اكسل سريعا كده؟ ولا هو واضح بالنسبه لكم؟ نعمله على اكسل سريعا؟ ماشي.
هم ما شاء الله كلهم حلوه على فكره. والله طب خلاص. لا لا كلهم حلوه تقريبا. في حد الدنيا وقفت معاه؟ احنا معانا وحوش يا باشا. السؤال سي في حد وقف معاه السؤال يا شباب؟ اه سؤال سي ايه برضه. انتوا واخدين بالكم يا جماعه اللي هو يسيب لك المنهج كله ويروح يسالك في حته انت اصلا ايه ممكن تكون مش شاغل بالك قوي يعني. طب يلا بينا. طيب كل واحد يحل يا شباب يلا. محدش بعت اجابات ليه المره دي؟ لسه بنحل يعني. طلعتها 2700 الاجابه بي. تمام اللي بعت الاجابه سي. لا هي 2700. تمام الله ينور. شكرا. انت طلعتها بي ازاي؟ قولي عملت ايه؟ هو الريكوارد 2 من سي 2 من سي وعايز منهم 3 اي يعني 3 في 6 هتبقى 6 6 في 500 هو عايز 500 من الايه يعني 3000 وهو في. طب انت سي 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 انت وديتها فين؟ سي وديتها فين؟ ما هو 2 في 3 ما هو انت سي سبتها خالص كده عديت عليها بسرعه قوي. مش هو ايه بيحتاج 2 سي؟ بص احنا احنا ننتج عايزين ننتج كام واحده من ايه؟ عايزين ننتج مثلا الوحده الواحده بتاخد 2 سي. لا مش واحده واحده هو جايب لك 500 اهو. اه تمام صح؟ ماشي ما انا فاهم. يبقى 2 في 500 بكام؟ ب 1000. ب 1000 صح كده؟ طيب هننزل 1000 في 3 تروح تبص على الكشوف بتاعت المخزن احنا عندنا كام يا عمي من سي دوت؟ انا فوتت الحته دي معلش. تمام صح 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 تلاقي عندك 60 وحده صح كده 60. يبقى انا عايز اطلب منه كام؟ 1000 ناقص 60 يبقى هطلب 940 دن. صح كده اروح واخد قرايه على ايه؟ طب يا سي انت داخل فيك ايه؟ داخل فيا ايه وداخل فيا ايه؟ طب 3 في 940 يديني كام؟ تمام 2820 اروح رايح باصص في المخزن عندي كام من ايه؟ 120 يبقى اطلب كده ايه؟ 2700. تمام كده؟ ضن ضن. تمام تمام. سيب لهم السؤال ده واجب بقى. ماشي. هم بتوع سي كانوا مبسوطين بالموضوع ده. اه كان عاجبهم الشغلانه دي. طيب طيب من العناوين يا جماعه والحاجات اللي الاي سي مي برضه مهتمه ان سيادتك تكون اوير بيها حاجه يعني بقت دلوقتي ترند رهيب رهيب في كل حاجه في الدنيا حتى دخلت في المهنه بتاعتنا وطبعا هي كانت من سنين طويله داخله في الاي تي وفي الكاستمر سيرفيس والمصانع برضه بتاعت العربيات والمانيفاكتشررز على مستوى العالم بيلجأوا ان هم يعملوا اوت سورسنج لحاجات كتير قوي. طيب انا لو جيت سالتك سؤال بريء جدا ايه المتبادر لذهنك كريزون او كبنفيت من الاوت سورسنج؟ ديدكتيك كوست طبعا على طول. من اين تاكل الكتف؟
طيب هو فعلا بيتكلم لما اجي امشي الموظفين ما ادفعش مكافاه نهايه خدمه. الله غل والله غل. طيب طبعا هو تشيبر في حاجات كتير جدا اللي انت تعمل اوت سورسنج، اللي انت ممكن تاخد ريلايبل سيرفيس تريديوس الكوست. لو بتتكلم على حاجه فيها نسبه تقدم سريعه زي اللابتوبس وزي الحاجات المرتبطه بالتكنولوجي فانت بتافويد الريسك ده، تاكسس على احدث حاجه موجوده. المشكله دايما اللي بتظهر بسبب الاوت سورسنج ان انت ممكن تفقد الكنترول، اللي انت يبقى عندك موظفين قرفانين في عيشتهم فالامبلوي مورال واللويالتي بتاعتهم يبقى فيها مشكله. ممكن بسبب اللي انت بتخلي ناس بتوع الاي تي مثلا مش ما يعتبرش امبلوي من الشركه، فممكن تبقى في عندك حبه مشاكل تضرب معاك في البرايفسي والكونفيدنشياليتي. وبرضو دي تظهر في حته التصنيع، لو انت بتضطر تظهر مكونات الحاجه اللي انت بتصنعها قوي، لو انت محتاج بارت معين تعمله اوت سورسنج فممكن تفقد بعض الحاجات المرتبطه ب زي السر او النوليدج بتاع التصنيع بتاعه. فدي بعض المشاكل المرتبطه بالقصه ديت. الجزء ده بتاع الاوت سورسنج هتدرسه ان شاء الله بالارقام في بارت 2 تحت عنوان اسمه insourcing او make or buy decision او insourcing versus outsourcing decision. انت كل اللي مطلوب منك هنا اللي انت تميمورايز مجموعه من البنفيتس والليميتيشنز عشان خاطر الاساي او اي سؤال ممكن يجي لك عليه في الام سي كيو. طيب معانا ايه هنا؟ معانا هنا حاجه اسمها theory of constraint and throughput costing. خليني اديك كومنت على الثروبوت كوستنج قبل ما نخش على موضوع theory of constraint. انا النهارده لو جيت قلت لك الانفنتوري كوستنج تشويسز المتاح لينا نشتغل ايه؟ اكشوال او نورمال الابزوربشن او الفاريبل. ممتاز. ليه ما اشتغل ابزوربشن اكوردنج للجاب؟ ثانيه بس نعمل ميوت. نشتغل ابزوربشن اللي هو اكوردنج للايه؟ جاب. للجاب او اشتغل فاريبل. فاريبل. لو انا اشتغلت بالابزوربشن معناها ان انا هكلف المخزون بتاعي بالدايركت ماتيريال والدايركت ليبر والفاريبل مانيفاكتشرنج اوفر هيد والفيكسد مانيفاكتشرنج اوفر هيد. صح ولا لا؟ تمام. حلو قوي. ولو انا شغال فاريبل هعمل كده. اجري؟ ضل. في طريقه اسمها سوبر فاريبل. اسمها ايه بقى؟ سوبر فاريبل. اللي انت تقيم المخزون بس بالدايركت ماتيريال كوست. طبعا انكلودنج اي كابيتالايزد كوست المفروض تبقى على الماتيريال. زي الماتيريال هاندلنج، اي حاجه مرتبطه بتكلفه الماتيريال تكابيتالايز على المخزون والباقيين تعتبرهم بيريود كوست. ممكن بعضكم يستغرب من طريقه السوبر فاريبل كوستنج. احنا اصلا في الشركه اللي انا شغال فيها النهارده والشركه اللي كنت شغال فيها قبل كده الشركتين شغالين سوبر فاريبل كوستنج. بنرمي كل ده على البي اند ال في الفتره اللي حصلت فيها، مش بنرسم ده على المخزون اصلا. فممكن انت تعتقد ان هي مش منتشره، لا هي موجوده في السوق. فهتلاقي شركات كتير جدا تكلفه المخزون بتاعتها تتضمن بس تكلفه الماتيريال. ال 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 السوبر فاريبل كوست طبعا هنا لو انا جبت البرايس بتاع المنتج وطرحته من ده هيديك الجروس بروفيت بتاع او الجروس مارجن بتاع المحاسبين، ولو جبت البرايس طرحته من ده هيديك الكونتريبيوشن مارجن المعروف، ولو جبت البرايس طرحته من ده بيديك حاجه اسمها ثرو بوت مارجن. بيديك حاجه اسمها ايه؟ ثرو بوت مارجن. جميل. في بارت 2 هننتقل معاك انتقاله خفيفه شويه. هنيجي نقول لك ايه؟ تصور معايا ان انا عندي الكرسي بيدخل لي مارجن 10 دولار والترابيزه بتدخل لي مارجن 8 دولار. احسن لك
تخلي الكباستي بتاعتك تشتغل فيه، الريسورسز بتاعتك تشتغل فيه. يعني انا لو عندي النهارده منتج بيدخل لي 10 دولار ومنتج بيدخل لي 8 دولار، ايه الافضل لك؟ ال 10 ده بيدخل لك مارجن اكبر، فشيء منطقي اشتغل عليه. طيب لو انا جيت النهارده قلت لك خلي بالك انا كل اللي حلتي 22 يوم شغل ب 8 ساعات في 12 شهر، كل اللي عندي 2000 ساعه مكن، كل اللي حلتي ايه 2000 ساعه مكن، بمجرد قلت لك كده يبقى انا اقصد ان المكن بيمثل لك كونسترين. يبقى انا اقصد ايه؟ ان المكنه في ساعات المكن في اللحظه دي بيمثل لي ايه؟ كونسترين. فاهمين يعني ايه كونسترين؟ حلوه، يعني قيد، سيلينج. طب لو جيت بقى قلت لك ان الكرسي بياخد من المكن 3 ساعات والترابيزه بتاخد من المكن ساعه ونص او ساعه، هل قرارك باللي انت تستخدم الريسورسز بتاعتك ممكن يختلف؟ اكيد. ليه بقى؟ لانك بديهيا ومنطقيا جريت حسبت حاجه اسمها contribution margin per constraint، صح ولا لا؟ مظبوط. فلقيت ان انت محتاج توجه طاقتك اكتر لايه؟ للحاجه اللي بتدخل لك مارجن اكبر per constraint. وصل الفكره؟ بناء على كده ابتدت في نظريات تشتغل ان احنا محتاجين نشوف ايه المنتجات اللي بتكسبنا اكتر ونعمل الميكس من المنتجات اللي بيكسب اكتر وندخله على خطوط الانتاج. من الناس اللي عملت بعض النظريات ديت واحد محمد اظن متذكر امتى طلع، تقريبا في الاربعينات او حاجه زي كده، قال لك انا هقدم نظريه اسمها ثيري اوف كونسترين، اللي هي نظريه القيود. يعني الغرض منها ايه؟ الغرض منها ان انت لو دخلت على اي ورشه او على اي مصنع دايما هتلاقي ان هم بيعانوا من انخفاض للريسورسز في بوينت معينه جوه العمليه الانتاجيه، بيسموها بوتل نيك. بيسموها ايه؟ بوتل نيك. انا الحقيقه كنت بشرح الموضوع ده بامثله كتير جدا، ممكن اقرب لك الفكره بالمثال بتاع اعتبر ان احنا عندنا شيف في المطبخ، الراجل ده بياخد مرتب عالي جدا، فالراجل ده دايما بيبقى هو البوتل نيك بتاع العمليه الانتاجيه بتاعتي. فقبليه شباب بتقطع له السندوتشات، بتجهزها له، بتجهز له الطبقان، وبعدين ناس بتاخد الحاجه تظبطها وتديها للكاستمرز. فانت مشكلتك دايما اللي انت عايز تمانج الراجل ده ان هو تجيب منه اكبر فلوس. واضحه الفكره؟ اكنك رحت دخلت ورشه بتقطع ازاز بمكنه ليزر، والمكنه ديت غاليه جدا، فانت نفسك كراجل اونر اللي انت تجيب من المكنه ديت اعلى عائد ممكن. فانت بتفكر انهي برودكت ميكس تدخله عليها عشان تستغلها في اكتر مكسب، لا طول ليله. واضحه الفكره؟ تمام. لان المكنه دي دايما بتمثل لي الايه؟ الكونسترين، لانها غاليه. فالراجل ده راح مقترح حاجه اسمها سيري اوف كونسترين، وعمل حاجه اسمها الدرام بافر روب سيستم. قال لك انا الهدف بتاعي اللي انا ابالانس الفلو بتاع البرودكشن جوه الورشه من خلال ان انا اقلل الوقت ان المخزون هيقف عليه عند المكنه ديت. فعملوا ايه؟ قال لك هو انت ايه مشكلتك؟ قلت له مشكلتي ان انا عندي المكنه بتمثل لي كونسترين. قال لي حاول تجدول الانتاج وانت حاطط في دماغك ان المكنه هي اللي تسيت التون لبقيه الاجزاء في العمليه التصنيعيه بتاعتك، بحيث ان انت ما ينفعش يعدي عليك وقت المكنه تبقى مستنيه لان مفيش حاجه جاهزه تخش عليها. يعني انت تخيل جبت المكنه ديت وتيجي تقول يا جماعه هو انتم موقفين المكنه ليه؟ يقول لك اصل مفيش وركن بروسيس يخش عليها. فانت لازم تجدول انتاجك بحيث ان انت تحط المينيمم وركن بروسيس اللي يكيب الدرام اللي هو الكونسترين اولويز بيزي. لاقطين الفكره؟ طيب فالراجل ده قال لك عندنا حاجه اسمها درام اللي هو الكونسترين، وعندنا حاجه اسمها بافر. قلنا له ايه البافر ده؟ قال لك البافر ده المينيمم اماونت من ايه؟
work in process. من الwork in process اللي يكيب الشيف في المطبخ على طول شغال، واللي يكيب المكنة اللي بتقطع الإزاز على طول شغالة. واضحة الفكرة؟ طيب، وده عشان يحسن عملية الفلو. طيب السيري في كوليسترين طبعا بتتعرض في الكتب بأشكال يعني مختلفة نوعا ما، لكن هي ليها خطوات. أول حاجة حاول تعرف في العملية التصنيعية فين الكوليسترين، حاول تشوف أنهي برودكت ميكس يكسبك أكتر طبعا بحسبة الثروبوت مارجن. حاول تماكسمايز الفلو من خلال المكنة بتاعتك ديت، ولو لقيت ان الموضوع بيحتاج اللي انت تزود كاباستي او ريسورسز ازيد، هتزود كاباستي وريسورسز جوه الكونسترين مش جوه البروسيسز اللي تسبقه ولا اللي بعده. وبعد كده تعمل ريديزايننج للعملية التصنيعية عشان تعمل فليكسابيليتي اكبر. طبعا جوه السيريف كونسترين في حاجات اساسية لازم تبقى انت اوير بيها. اول حاجة ان السيريف كونسترين بتمشي بالسوبر فاريابل كوستنج، فلو يقصدوا مخزون فهم يقصدوا المخزون المتكلف بالدايركت ماتيريال كوست واي ماتيريال هاندلنج كوست. تمام. من الحاجات اللي ممكن تستغربها طبعا الفكره بتاعه الثروبوت مارجن والسيريف كونسترين بيبص بشكل شورت ران شويه، وده اللي دعا بعض الناس او تدي بعض الناس يدوك ريكومنديشن اللي انت عشان ما تبقاش كل تركيزك على الشورت تيرم برسبكتيف، فقال لك يستحسن اللي انت تبص للسيريف كونسترين والاي بي سي مع بعض، لان في واحده فيهم بتبص تحت رجليها والثانيه بتبص لونج تيرم. واحده بتاخد الكوست درايفرز في الحسبان والثانيه بتاخد الكونسترين في الحسبان. لقطت الفكره؟ فلو انت عايز تبص للجدول ده بنبص له ان دي بتكمل دي، دي لونج تيرم برسبكتيف تفيدك في اللونج تيرم برايسنج، ودي لو انت عندك وان تايم سبيشال اوردر او حاجه زي كده. معانا اسئله في الجزء ده يا محمد؟ يا فندم معانا اسئله كتير كتير. طيب افتح انهي من ضمن الاسئله كمان يا شباب اللي بتيجي في السيلف كونسترينت؟ السؤال ده جاي لنا الخمس خطوات بيجيب لك منهم مثلا ثلاثه متلخبطين ويقول لك رتبهم لي فراغ السنين، لا ويسيب الثانيه ثالثه ويسيب الرابعه ويجيب لك الخمسه مثلا، او يجيب لك من الثانيه، فلازم تبقى عارف تحفظهم وعارف ترتبهم. لا في واحد للسيلف كونسترين بس. انت عامل سلايدز ما شاء الله محمد، ايه دراسات عليا. طب ده الاقيه فين يا استاذ محمد؟ على الميل برضه. ماشي سيلف كونسترين. انا نفسي بتوع سيمي يعتقون الوجه الله ويركزوا في الفاينانس والاكاونتنج يعني. اه والله العظيم الحاجات الكئيبه دي. انا مالي انا بسيري اوف كونسترين يا عم. جلايم اللي عامل السيري اوف كونسترين دي شباب، واحد يهودي اسمه مش عارف اليا ومش عارف مين كده ليه في كويني. كان كاتب اسمه وكاتب ان هو عالم اسرائيلي. اول ما شفتها كده ولقيته كاتب الاسم قلت يلا يا ريس مش مذاكرها خلاص كده. Theory of constraint. يا رب ما اعرفش فين البتاع ده. على مين لسه بعته برضه على مين التاني؟ تمام. ده صح كده؟ تمام. لا ده سبلاي تشين. اصبر هما كلهم سيف كونسترين. سيف كونسترين ما هي سبلاي. طيب عايز حاجه؟ مفيش حاجه بالارقام؟ هي جايب الارقام. انا عايز حاجه تكون فيها ثروبوت مارجن. حلو قوي ده. طيب السؤال انا عايز ده. خلاص تمام انا ده اللي انا عايزه. طب يلا بينا يا شباب.
السؤال ده مفروض يتحل في ثانية. تمام، اللي بعد الإجابة تمام. 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 تمام يا فندم. تمام تمام اللي بعد برضو الوقت. في حد يا شباب الدنيا عطلانه معاه؟ حد عايزنا نحله معاه يا جماعه؟ خلاص السكوت علامه الرضا، محدش عايز حاجه. طب نحل السؤال الجميل ده. تمام يا عمر، الله ينور. تمام يا أستاذ الحميد. تمام يا شباب، تمام يا احمد، تمام يا حسين. في حد يا جماعه الدنيا واقفه معاه؟ عايز نحل السؤال ده مع بعض؟ طيب. عشان لو سمحت طلعته كده. طب نحله مع بعض يا اسماء. حد من الشباب اللي حلت كده يقول لنا نعمل ايه؟ المفروض ان احنا هنضرب ال 8000 في 60، تمام، هدينا 480، وبعد كده الكوست هتبقى على ال 80 مش على ال 10، يعني هتبقى على 8000 مش على ال 10000، يعني نضرب 8000 في ال هناخد في الاول ال 100 نقسمها على 10000 هتدينا 10 بير يونت، بعدين نضربها في ال 80 في 8000 اللي هنبيعهم هيدونا ال 80000. بص لقط يا اسماء كده، بس ما طلعتش معايا في الارقام، مش دي انا عملتها كده. طيب لحظه واحده، انا جبتها بير يونت وبعد كده ضربتهم في 8000 يونت. ثاني كده نجرب على الاكسل كده. البوست معانا عامله كام؟ 100000 صح؟ على 10000. على 10000. حلو قوي. تكلفه الوحده كام؟ 10. جميل. بعد كده 75. 75 على 10000. على 10000 هتدينا 7.5. لا ايه اللي جاب 75؟ احنا شغال بالثرو جود كونتريبيوشن مارجن. خلاص كده هناخد الماتيريال بس.
مش احنا شغالين بالثروبوت كونتريبيوشن مارجن؟ اه تقريبا الناس ما خدتش بالها من كلمه ثروبوت يا ريس، يعني هم قروا كونتريبيوشن مارجن بس، عشان كده كانوا دخلوا على الدايركت لينك. لا ده خلي بالك احنا، انت دلوقتي بواخد السؤال واحنا وانت بتشرح لك الثروبوت كونتريبيوشن مارجن، اما لما يجي في وسط المية هتعمل ايه؟ يا اسماء انت معانا ولا رحت فين؟ ما حضرتك. ايوه طيب دلوقتي تكلفه الكرسي كخشب عامله كام؟ 10 $10. بعتي كام كرسي؟ بعت 8000. حلو قوي. السيلز ريفينيو عامله كام؟ 80000. لا تمام 60 في 8 8 ماشي 180. الدايركت ماتيريال كوست عامله كام؟ عامله 8 في 10 80 يبقى 400. تمام. السؤال ده لو حليناه غلط المفروض الجهاز يقفل. لا لا خلاص اوكي ان شاء الله هتحل صح. ماشي السؤال. طيب نحل السؤال ده صاروخ. contribution margin بير ماشين او تمام، او اللي بيسموه contribution margin per constraint. per constraint واضح يا جماعه الكلام؟ واضح ولا غريب؟ لا واضح يا رجل. فين الconstraint اهو؟ ماشين او. طيب ايه ده يا استاذ محمد السؤال ده؟ ماشي طيب بتحب تجيب اسئله تعقد الناس. بص الاجابه ايه يا ريس؟ ما باينه ايه؟ الاجابه كانت مكتوبه من شويه. الاجابه ايه؟ مكتوبه كانت مكتوبه يعني. انتوا اول مره انا بقالي كام سلايد عمال اشيل الاجوبه، اول مره تاخد بالك؟ باين ممكن. لا بس انت بتقول الاجابه ايه يا احمد؟ قول تاني اجابه. لا يا محمد كانت مكتوبه ايه؟ بيقول لك الاجابه كانت باينه. اه بس هي ما كانتش مكتوبه ايه؟ ممكن محمد عامل فخ وحاططها ايه؟ مش ايه؟ طب الشركه ديت بتنتج منتج بتبيعه $150 حلو؟ بيعدي على الكاتنج والفينشنج عشان يتم انتاجه. بعد كده بيقول لك الـ current production rate is the budgeted rate for the entire year. الـ direct labor بياخد $20 and the company has a no layoff period in effect. إيه الـ amount of the throughput contribution per unit as computed using the theory of constraint. نعمل إيه بقى في الجمال ده؟ هو هنا قصده مفيش كونسترين فاشتغل عادي يعني ولا ايه؟ سي 90 يا ريس.
طب ممكن حد يشرح؟ احنا عندنا الكرنت برودكشن ريت اللي هو الانيوالايزد بنشتغل على 108,000. ال 108,000 دول في 150 هيكونوا السيلز، وبعدين الكوست هيبقى عباره عن 45 زائد 15 هنضربهم في 108 هيدينا 9,720,000، قسمتهم على 108 ادانا 90. او ممكن نتقلب وممكن 150 ناقص 45 ناقص 15 هيكون 90. ممكن نشتغلها بريون 150 ناقص 90 هيدينا 90. عايزين شرح كده يا جماعه يكون في الجون، ما نلفش حوالين نفسنا، نعمل ايه بالظبط؟ 150 اللي هي السيلز بير يونت. حلو قوي، يعني انا اكتب كده سيلز ريفينيو. ايوه حلو، والسيلز ريفينيو عباره عن ايه؟ 150. 150 دولار في كام؟ في 108. في 108 جميل، هيدوني الرقم ده. ايوه بالظبط ماشي. والكوست جميل، الكوست اللي هي بالنسبه لنا ايه بقى؟ 45 و15 الكوست الدايركت ماتيريال. بالظبط جميل، هنقول 108 في كام؟ 60. 45 زائد 15 جميل، اطرح ده من ده بقى كان يسومه مع ال 108. واضح يا شباب؟ طيب معلش، هو سؤال بسيط، هو كلمة no lay off دي يعني ايه؟ يقصد بيها ايه بالظبط؟ مش هيرفض حد. مش هيرفض حد. تمام، يعني هو صار يعني انت كده لو انا تصورت لا لو انا تصورت ان انا عندي الابيليتي ان انا اطلع وانزل كعدد ساعات نجار خلال السنه نتيجه ان انا ممكن استغنى عن حد، فما اقدرش ان انا اعمل انيمولايزيشن لساعات النجارين او الساعات بتاعت العمال، فاهم؟ اه بس الكلام ده محتاج تشتغل في عزبه. اللي انت جدولت الانتاج محتاج اتنين نجارين، هترفد اتنين وتخلي اتنين، فاهم مثلا؟ ايوه. لا للاسف. وانت بتفكر صح بس يكمل قرايه الاجابه. لا برضو هيعمل ايه عشان يرضيك يعني؟ بلاقي سوسه نمبر خلاص يبقى سي سي سي. محمد عشان تموتيفيت الناس قول له صح حتى لو غلط. برودكت ايه احسن عشان هيدينا رقم اكبر من السيلز؟ رقم اكبر من ايه؟ يعني هيبقى رقم اكبر من الكونتريبيوشن مارجن، سوري، اللي هو 95 في 15.
لا ما هي المفروض ما تكونش contribution margin روبوت مارجن. نتكلم احنا بنحسب contribution margin per hour. ايوه بالظبط. هيبقى قول لي اعمل ايه؟ اكتب ايه؟ احنا عندنا برودكت ايه وبرودكت ايه؟ بي برودكت بي. تمام. انا عندي ايه بيديني كام contribution margin؟ انا 95 وانا 55 وهنا 55. طيب ايه بياخد بيشغل المكنه كام ساعه؟ 4 ساعات وهنا 2 ونص وهنا 2 ساعة ونص. تمام. طيب يبقى انا بير اور بيطلع لي قد ايه من ايه ومن بي؟ يبقى انا يبقى انا الكونتريبيوشن مارجن بير اور بالنسبه لايه هو افضل. طبعا هو حاطط لك يعني الراجل ده مش طيب بقى لانه حاطط لك الاجابه ايه اللي انت اول ما تشوفها هتختارها خلاص ان هو ايه افضل. تمام. بس بيقول لك ايه عشان الكونتريبيوشن مارجن از مور بير يونت ذان برودكت بي. لا انت مش هتختار ايه عشان هو اكتر بير يونت. هو الكلام اللي بيقوله صح بس انت مش هتختاره على اساس دوت. لا ده انا هختار الموارد المتاحه بتاعتي. اختار ايه عشان هو الاستخدام الامثل للاله بتاعتي لحقق الربحيه. تمام. يبقى اختار يعني اجابه بقى بالشكل ده سي نمبر سي. لقطت الليله من اللي هو كاتبه. هو كاتب لك جمله في ايه صح 100% مش غلط بس هو بيكعبلك. بص انا حليتها بالطريقه دي يا مستر محمد عشان كده بقول لك انت دلوقتي 5 هو طلع لك 15 يعني 15 يونت من البرودكت A و24 من البرودكت B. تمام. فانا ضربت 95 في 15 اللي هو اداني 1425 اكتر من 1320. انا اشتغلتها بالطريقه دي. طيب ممكن اقول لا خلاص سيب لي الطلعه دي طيب احنا المحدد النهارده بتاعنا طالما في كونسترين هو مين كان بيسال؟ مين كان لسه بيتكلم؟ لا انا ما كنتش بسال انا كنت بحل. بص يا عمرو عشان ما تلخبطش نفسك الحركه اللي انت عملتها دي ممكن تلخبطك في الحل هنا. انت النهارده تيجي تقول ايه اللي هيربح اكتر صح؟ بالظبط. هل السؤال بيقول لك مين هيربح اكتر بكام ولا بيقول لك ايه الكرايتيريا للي انت بتقدم بيها منتج عن منتج وانت بتستخدم الكونسترين؟ الكرايتيريا. الله ينور عليك. فاخرج من الدايليما اللي انت فيها دي. لقطت الليله انا قسمت على 60 الاول وبعدين فداني 15 يونت وضربتهم في الكونتريبيوشن مارجن فطلع لي الرقم ده لقيته اكبر من اللي هيطلع لي في دي. انا اشتغلتها بالطريقه دي. انت بالظبط زي انت قاعد في السعوديه صح؟ يا باشا. انا دلوقتي سامح عايز اروح السعوديه اروح اقعد ترانزيت في ليبيا الاول؟ لا ولا اخد دايركت فلايت على السعوديه؟ دايركت فلايت. دايركت فلايت. يبقى انا امسك من اين توكل الكتف؟ ايه الكرايتيريا اللي يخليني اقدم حاجه عن حاجه؟ بكل بساطه ان هي بير اور بتكسب اكتر بس كده. تمام ماشي حلو ده كلام جميل كده. احنا اخذنا اللايف سايكل كوستنج والفاليو ادنج كوست والكلام ده صح؟ يا ريس. طيب في حاجه عندنا هنا اسمها انت واخذنا طبعا الاي بي سي قبل كده. عندنا حاجه اسمها اكتيفيتي بيزد مانجمنت. دي عباره عن ايه؟ دي حاجتين ضربوهم في الخلاط مع بعض. حاجة اسمها Activity Based Costing بمزاياها كلها باللي هي بتعمل Process Value Analysis وتشوف ايه الاكتيفيتيز اللي بتضيف قيمة وايه الاكتيفيتيز اللي ما بتضيفش قيمة او قيمتها قليلة تحاول تإليمينيت او تريديوس الاكتيفيتيز اللي ما بتضيفش قيمة قوي للكاستمر. ضربوه في الخلاط مع حاجة اسمها Kaizen. حاجة اسمها ايه؟ Kaizen. Kaizen ده يعتبر جابانيز وورد يقصدوا بيها كلمة Continuous Improvement. في مصانع كتير جدا بتلاقي ان في ديبارتمنت مستقل اسمه continuous improvement. الغرض من الناس بتوع الكايزن ان هم بيدوروا على السمول انكريمنتال يعني بيعملوا انوفيشن بيقدموا ريكومنديشن ان هم يعملوا سمول تشينجز تعمل ريدكشن في الكوست. ان شاء الله يكون الريكومنديشن ده هيقلل لي 30 سنت بس بيقدموا ريكومنديشن مش بيعملوا استراتيجيك تشينج للعمليه الانتاجيه
الغرض منهم ان هم يحاولوا يدوروا على وفرات وامبروفمنت في الديتيلز بتاعت العمليات التصنيعيه بتاعتنا, بحيث ان هم يقدروا يعملوا كوست ريدكشن ويعملوا سيفنج محترم. فضربوا الاكتيفيتي بيزد كوستنج مع الاكتيفيتي مع الكايزن وطلعوا لي حاجه اسمها ايه, اكتيفيتي بيزد ايه مانجمنت. فلو انا جيت اتكلمت على الاكتيفيتي بيزد مانجمنت, مؤكد هيبقى المين كور بتاعها طالما هي كونتينوس امبروفمنت وحاجه بتفكر في الـ في الفاليو اللي بتضيفه للعميل, فمؤكد انا بتكلم على حاجه هتزود الفاليو للكاستمرز وهتعمل امبروفينج في الكومبتيتيف ادفانتج. هتلاقي الكتب بتتكلم على نوعين من الاي بي ام. اي بي ام بيتعمل على الاوبريشنال ليفل, مسمينه اوبريشنال اي بي ام, بيزود الافيشنسي في الانتاج. واستراتيجيك بيتعمل على الهاي ليفل شويه, باللي انت بتتكلم بقى اللي انت محتاج تزود البروفيتابيليتي بتاعه البيزنس يونت بتاعك. ايه المزايا المتصوره للاكتيفيتي بيزد مانجمنت؟ مؤكد مشتقه من المزايا بتاعه كايزن والمزايا بتاعه الاي بي سي. ف طبعا كلمه كومبتيتيف ادفانتج انا اتفقت معاك من الاول ان اي طريقه من الطرق اللي بندرسها موست لايكلي بتنكريز ايه الكومبتيتيف ادفانتج. طيب انا عندي طريقه مشتقه من الاي بي سي, فتفتكر ايه الميزه بتاعه الاي بي ام؟ اللي انت بتالوكيت الريسورسز بتاعتك للحاجات اللي بتكسبك اكتر بشكل استراتيجي, وده من خلال اللونج تيرم برايسنج بتاع الاي بي سي. الاي بي سي بتعمل حاجه اسمها بروسيس فاليو اناليسز, فهتلاقي من مزايا الاي بي ام ان هي بتيليمينيت النون فاليو ادد اكتيفيتيز. طيب ايه العيوب؟ العيوب برضو مشتقه من نفس الموضوع. هتلاقي ان العيوب بتاعه الاي بي سي ان هي موست لايكلي ما بتفيدنيش في الفاينانشال ريبورتنج. بس انا عايز اقول حاجه هنا, انا مش شرط كل طريقه اكون عايز احسن بيها الاوبريشن اللي هي تفيدني في الجاب. لكن الناس هنا اللي بيألفوا الحاجات ديت وبيحطوا العيوب ديت يقصدوا ايه؟ ان انت هتتحمل عبء سيستم مستقل غير السيستم بتاع الجاب. الشركه لازم تفكر اللي هي هتنفست في اديشنال ريسورسز, لانها مش هينفع توفي باحتياجات الجاب واحتياجات الاي بي ام بنفس الايه الميثودولوجي بتاعتنا. فاهمين قصدي؟ فاهمين المقصود يا شباب؟ ايوه رئيس. طيب تطبيق الاي بي سي زي ما حكينا قبل كده طبعا اكسبنسيف وتايم كونسيومنج, وممكن الكوست تكسيد البنفيت لانه بيدور على الكوست درايفر لكل حاجه. فدي من الحاجات اللي ايه من الحاجات بقى اللي بنشوفها في البراكتس وبتعمل خناقات ما بين الفانكشنز المختلفه, الناس بتاع الاوبريشن والكوميرشال والناس بتاع الفاينانس, ان الاي بي سي احيانا بتغير الكوست ستراكشر اللي اعتادت عليه الشركات لمنتجاتها. انتوا لاقطين الفكره؟ الموضوع ده بيعمل مشكله كبيره جدا في الشركات. انا النهارده بالتراديشنال شايف ان منتج الريجولر بيكسبني 50 جنيه ومنتج الديلوكس بيكسبني 20 جنيه. جه واحد وحبه ناس اتشقلبوا لي طلعوا لي ان المنتج الديلوكس بيكسب 25 والريجولر بيكسب بس 45. هل تفتكر الموضوع هيمشي بسلام؟ واضح؟ يا جماعه فاهميني؟ معاك يا باشا. ايوه. فدايما بيبقى في ريزيستنس عالي جدا لتطبيق الاي بي سي عشان كده. لان ممكن يكون في ناس بتاكل عيش قوي باللي هي بتبيع الريجولر وهو مش بيكسب قوي. واصله؟ اه مظبوط. طيب من الحاجات اللي هتقابلنا برضو ودي هتقابلنا هنا وهتقابلنا قدام في سيكشن اف حاجه اسمها بروسيس اناليسز وبزنس بروسيس ري انجينيرنج. انت النهارده اي شركه عشان تطلع المنتج بتاعها بيبقى جوه الشركه مجموعه من البروسيسز, والبروسيسز بتتعمل في ديفرنت فانكشنز. فكل الناس بتوع الاوبريشن عندهم بروسيسز تخصهم, الناس بتوع الفاينانس عندهم بروسيسز تخصهم, وهكذا. اي بروسيس الشركه كتوب مانجمنت بتفكر اللي هي تظبطها قدامها طريقين. قدامها ايه؟ طريقين. طريق سهل وطريق فيه استراتيجيك تشينج شويه. الطريق السهل اهو اسمه ايه؟
اسمه بروسيس ايه؟ امبروفمنت. ده معناه ان انا هكيب ايه؟ هكيب الاولد بروسيسز ان بليس بس هعمل عليها انكريمنتال ايه؟ انكريمنتال تشينج عشان ازود الافشنسي. على الناحيه الثانيه ممكن اخش حاجه بقى كده انسف حمامك القديم واعمل ري انجينيرنج للبروسيس بتاعتي، اعمل ري ثينكينج. بس ده طبعا الري ثينكينج والري انجينيرنج الغرض منه ان انا انسف كل النون فاليو ادد اكتيفيتيز. واضح الكلام؟ فده بيحمل في طياته ايه؟ ان انا ممكن لو دخلت بالاسلوب الاجريسيف ده ان ممكن افقد مجموعه من الكنترولز اللي كنت انا بظنها ملهاش لازمه موجوده في البروسيس القديمه مع الشكل الجديد اللي ظهر بعد الري انجينيرنج. يعني اديك اكزامبل، انا النهارده دخلت على البروسيس بتاعه شراء اي حاجه للمصنع، لقيت ان هم محبكينها قوي، انا هنا بحتاج ابروفل مش عارف منين، وهنا بستنى ايه واطلب ايه، فلقيت ان البروسيس بتعمل ديلينج في ان الحاجه تتنفذ. قلت لهم لا لا لا، انا مش هعمل بروسيس امبروفمنت، انا هعمل ري انجينيرنج. وعملت بروسيس جديده وفرت لي في الوقت بس لبستني في كنترول ايشوز عاليه جدا. ليه؟ لان ممكن الري انجينيرنج انت بتغض الطرف نتيجه ان انت مركز على مشاكل في السيستم القديم عايز تتجنبها، اللي انت تغض الطرف عن حاجات كانت مهمه ككنترولز. واضحه الفكره؟ طيب احنا اظن الساعه كام دلوقتي؟ هو العصر على كام يا جماعه؟ العصر الثاني هنا بقاله ساعه. طيب ناخد بريك رباعيه كده حلوه تمام ونرجع نكمل. تمام تمام اوكي اوكي يا باشا، السلام عليكم. Thank you.